أهلا بكم. لماذا تأخر صرف التعويضات لمن تدمرت منازلهم لغاية الآن؟ هل تعتقد بأن الحكومة سوف تصرف التعويضات في هذه السنة علما بأنها أقرت الميزانية المالية للسنوات الثلاث؟ هل ترى بأن حجم التعويض الذي قدرته اللجان المختصة يكفي لبناء المنزل المدمر جراء العمليات العسكرية؟ هل سيتم تسليم مبلغ التعويض المقدر بشكل كامل أم سيتم الاستقطاع منه؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من منبر الرافدين بعنوان أين وصل ملف التعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية في العراق؟ وفي البداية دعونا نتابع هذا الانفوجرافيك الذي يسلط الضوء على أبرز مراحل ملف التعويضات الذي أقرته الحكومة قبل عدة سنوات دون تنفيذه بشكل كامل، فلنتابع. نستقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام المبينة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم حول الموضوع عبر خدمة الرسائل المتوفرة على الرقم المخصص في الواتساب. في عام 2018 قدرت وزارة التخطيط في العراق المنازل المدمرة لوحدها ب 200 ألف منزل نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. وفي الجانب الأيمن بالموصل لوحده تم تدمير نحو 32 ألف منزل بحسب موقع ستارز أند سترايبس الأمريكي. وفي عام 2017 صرح محافظ الأنبار علي فرحان بأن القانون 20 الخاص بإعمار المناطق المحررة مجحف ولا ينسجم مع الأضرار الكبيرة والهائلة. كما أضاف المحافظ أن القانون 20 خصص نصف قيمة التعويض فقط للمتضررين. في عام 2018 تعهد المشاركون في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق تعهدوا بمنح 30 مليار دولار للعراق، لكن أغلبية الدول في هذا المؤتمر لم تقدم أي شيء للعراق بسبب الخوف من نفوذ الميليشيات وآفة الفساد بحسب تصريح لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما أكد نواب في البرلمان أن الفساد يقف عائقا أمام صرف التعويضات لسكان المدن المدمرة. وقد شكى متضررون وذو ضحايا من العمليات العسكرية في محافظة نينوى من تأخر صرف المبالغ المالية الخاصة بمعاملات التعويض، وقالوا بأن معاناتهم تستمر منذ سنوات. وأضافوا بأن هذه التعويضات لم تصرف لغاية الآن، وطالبوا بإنهاء هذا التعقيد والتدخل من قبل الجهات المختصة لصرف التعويضات. وفي وقت سابق كشفت مصادر محلية في نينوى عن ورود تعليمات من اللجان في العاصمة بغداد بفرض إجراءات المساءلة والعدالة على معاملات التعويض الخاصة بالمتضررة أملاكهم وعقاراتهم، بعد إن كانت هذه الإجراءات تشمل في السابق معاملات الضحايا القتلى من جراء العمليات الحربية. دعونا نتابع جانبا من آراء أهالي مدينة الموصل حول تأخر صرف التعويضات لهم، فلنذهب إلى هناك. تأخر هاي السنة ماكو تعويضات، يجوز سنتين ثلاث سنين، أما قبل ما عوضوها، قبل أربع سنين ثلاث سنين ما عوضوها، ولسه ماكو تعويض عليها، أي ما تدري عوضوهم،
يجوز بعد سنتين، يجوز بعد سنة، بس هاي السنة ماكو. أعطيها 50%، ما أقول 80 ولا أقول 60. حجم الدمار، حجم الدمار كبير، طمش عليها بناين على المحلات المعزلة، كلهم واقعين المحلات، ما عيبنون، ما أكو تعويضات. لكن التعويضات كان الناس، كان هي الناس عمرت المحلات. الاساليب تاخرت اخي العزيز، سبب التصريح الابدي، التصريح العملي تاخر سنتين وثلاثه وسنتين ونص، التصريح العملي عما يجي تمام ولا؟ وثاني شيء المساءله والعداله، بالتلفزيون يطلعون يقولون لغينا المساءله والعداله، طلع التعويضات يقول لك لا ما جانا كتاب باكر شيء من بغداد، تمام ولا؟ يا اخوي ان شاء الله يصرفوها، ان شاء الله يصرفون التعويضات يعطون حق العالم، هذه هم شوي العالم ترجع لمنازلها، المنازل مدمره داخل البيوت انت وعاد تخشع وعاد تصور اخوي. لا 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 اخي ماكو ما يجيب ربع البيت اللي يعطوك ابو البيت يعطونه ربع البيت ما تقدر تعمر بينه. يعني التعويضات تصرف على البيت يعطيك قليلي، انا من الناس. انا بالسنه 2019 عملت تعويضات لبيتي. ها دار واثاث والبيت مدمر وصور تصويره كامل. طعوني كتبوا لي المبلغ هو والاثاث والغراض كلته 9.5 ملايين، قاموا صرفوا لي نصته 400 شوي اشني حق سفاله اثنين، السفاله الاثنين راحوا لي. بعدين بال 2020 طلعت لازم تعمل كتاب الاثاث ببحث والبيت ببحث 15 ب 15، توكن نص 15 المبالغ يصرفوها ويقيموها حيل قليله لهالعالم هذه. لا 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 من يصرفوا لك بالكتاب الوصيه اخي يصرفوك اياها كامل محافظه عادي، ما طول عندك كتاب الوصيه مثلا عندك 20 مليون يقيمون بيتك 20 مليون طوك 10 بيت الدرس تمام ولا؟ ها اخوي يعني بتروح على المحافظه تستلم 10 من كتاب الوصيه ايش بسجل عندك وبالمعامله ينطقوها كامل من المحافظه. بس هاي اجراءات كلها تطول، اجراءات تطول تطول هي كلها سبب المساءله والعداله والتصريح الامني اخي. هو التصريح الامني تعرف انت سنتين وسنتين يطول ما قليل. والشيء الثاني اخي النقطه الاهم قله موظفين بالدائره مال التعويضات. موظفين اخي حيل قلال، الله يعينهم بذول الموظفين الغادي لا يشتغلون لان قليلين لدرجه. والشيء الثالث حاسبه وحدي وروح شال الزحم عليها. حاسبه وحدي ايش تكفي؟ كم مراجع عندك؟ نعم هذه عينة من مواطنين في محافظة نينوى وبالتحديد في مدينة الموصل. معنا أبو عبد صلاح الدين. أبو عبد الله، بعد كل هذه السنوات لماذا لم يتم صرف التعويضات للمواطنين في المناطق المدمرة؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذي شو صرف ليه صرف؟ يعني أنت من تجي تقيس هو القاضي مرتشي موظف مرتشي، يعني أنا من الذين على سرفيات، أنا من الذين عندنا بيوت تبلشت البيت سواله 200 مليون يطلع قاضي قيمة تريد ايش قيمة؟ قيمة 27 مليون و 27 مليون ما تقوش منها كل شيء. نعم هو بحسب القانون 20 أبو عبد الله، يعني الإجمالي تم تقييمه ب 27 مليون؟ شو قيم؟ الإجمالي اللجنة اللي طلعت على بيتك قيمت الضرر ب 27 مليون؟ على بيت واحد لو اثنين؟ على بيت واحد، بيت واحد سواله 200 مليون تمام 27 27 تمام راح يعني هل سجل بس اذا تسمح لي هل سجل 27 لو نصف القيمه بحسب قانون 20 يعطي نصف القيمه؟ اصلا من بوني افهم ابو عبد الله هو ما صرفه لكن على الورق هل تم وضع 27 مليون ام نصف ال 27 حتى نفتهم؟ لا هي كان هي هو كان لل 100 لل 100 صارت من عنده 75 صفحه 27 هو يعطي نصف بحسب القانون 20 يعني اللجنه تطلع تقيم ضرر البيت خلينا نقول ب 50 مليون تصرف لك نصها في حال الصرف طبعا النص ومن تجي تتوقع لازم تتوقع على نص يعني النص يقسم وياك بالنص من تجي يقول لك هاي تروح للمحافظه المحافظه ما شنو المحافظه عيني انا ذا الذين عندي معاملتين غيرها لو رحت المعاملتين باسمي ابى التعويض رحت جيت اسلم يقول لي ما يصير سنتين باسم واحد يعني هسه انا عندي سيارتين احترقت اثناء التحرير على قولتهم هم التحرير نعم يعني قلت لهم احترقت سنتين باسمي قلت لهم معاملتين باسمك يعني وحده واحد عنده بيتين عنده ثلاثه شلون يعني؟ نعم يعني الباقي عندي يعني ما في شيء ترى واذا اكو فساد اخاف احد يقول لك موظفين اذا اكو فساد رب الفساد الدوائر مال الدوله تعويضات وغير تعويضات اخاف احد يجامل لان يعني هو مستفاد من هاي الدوائر
اني اقول لك اني ما عندي الحمد والشكر بس رحمة نعم. رب العالمين. في يونيو الماضي رئيس الحكومة السوداني أقال مدير دائرة إعادة إعمار المدن المدمرة، هل برأيك سوف يتخذ خطوات جادة لصرف التعويضات للمواطنين؟ لا ما ياخذ جادة. لماذا؟ وأكثر من الناس يقول لك أنا بيتي إذا يبوني مليار أنا مريد مليار، خلي عمر لي بيتي مثل ما كان حتى يعمره بمثله أنا قبلان. يعني في ناس قامت مثل التعويضات يقول لك أنا التعويضات أنا تستخدمني. يقول لك التعويضات يعني انا من الذين انا على قلت بيس من فلوسنا بس الانقاذ كنا بس شفاف والقلابات بسبع ملايين بس الانقاذ بسبع ملايين زين من محورني 27 مليون واساسا ماكو مشكله ولا راح مشكله ما تصير انت تعوضني هذا ما كنت تعوض طالع عزيز يعني انا انت عندي معاملات لحد الان تسمع حسه في يمي بالبيت من تروح التعويضات يقول لك انت بين سنتين بسنت زين قلت له انا عندي 10 بيوت بسني والعشره تبلشت قلت له لازم تسجل واحد نعم ونفس الشيء يعني هو من سواها من سواها اثناء حرب داعش صارت جبهه المنقول صارت جبهه ارض معروفه يعني تلزم نعم. بالمواطن انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا ابو سميه من الانبار. ابو سميه هل تعتقد بان الحكومه سوف تصرف التعويضات خاصه بانها اقرت ميزانيه للسنوات الثلاث 23 24 25؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، مسألة التعويضات قبل كل شيء هي مسألة سياسية. يستغلها السياسيون الفاسدون للدعايات الانتخابية قبل كل انتخابات. ترى الكثير منهم يتشدق بإرجاع الحقوق وإعطاء الحقوق للناس عند قرب الانتخابات. هذه لعبة واضحة. وكذلك فيها وسيلة لإذلال المواطن. بعد أن دمروا المواطن بالمشروع الإرهابي المتمثل بداعش والحشد الطائفي يريدون فوق ذلك إذلال المواطن. المواطن الذي وقع ضحية المؤامرة التي نفذها مخابرات أمريكا ومخابرات إيران بتنفيذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سلح داعش بسلاح قيمته 33 مليار دولار، ثم بعد ذلك بعد أن أذلوا الشعب وقتلوه وهجروه يأتون ليذلوهم مرة أخرى بالتعويضات. يفرحون التعويضات شعبهم. يعني أكثر من خمس سنوات يعني تقريبا اللجان خلصت موضوع الكشف وتقريبا الملفات تعدت 100,000 ملف تعويض مقدم إلى الجهات المعنية. ليش كل هذا التأخير مع العلم بأن القانون 20 اللي أقرته الحكومة وصوت عليه البرلمان يعطي فقط نصف قيمة البيت المتضرر؟ يعني يطلع أبو اللجنة يقول هذا البيت قيمة الضرر ب 50 مليون يصرف له 25 مليون فقط أو أقل من ذلك. لماذا لا تصرف هذه المبالغ بعد كل هذه السنوات؟ يعني لو افترضنا بأنه لو قسطت الحكومة على المواطن المبلغ التعويض المقرر من قبل اللجان على مدى هذه السنوات الخمس أو الست كان المواطن ارتاح وبنال بيته قعد واستقر. يا سيد الكريم، هذه الحكومة العاهرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى تفرح بإذلال الشعب، هذا أصبح أمرا ظاهرا للعيان. نعم. سيد الكريم، إذا انتبهت إلى هذه الحكومة إذا أرادت أن تأتي بقرار أو بقانون أو بفعل يؤذي الشعب تراها تصيبه بين في يوم وليلة. أما إذا طالب الشعب بتعويضات وأرادت أن تعوض الشعب وأن تخدمه وأن تقدم له المشاريع فإنها تماطل، لأنها تفرح بإذلال الشعب وهي لا تصلح لقيادة الشعب ولكن تصلح لقيادة عصابة مخدرات. وشكرا للبرنامج. أبو سمية من الأنبار كان معنا. نعم، معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أرحب بك معنا أبو عمر. أبو عمر،
لماذا لم يتم صرف التعويضات لأهالي المناطق المدمرة منازلهم؟ نحن نتحدث في هذه الحلقة فقط عن المنازل وليس عن المستشفيات أو الدوائر التي من المفترض أن الحكومة هي من تقوم ببناء هذه الدوائر الخدمية التابعة إلى الدولة. نتحدث عن صرف تعويضات المنازل المدمرة لسكان هذه المناطق، لماذا لم يصرف؟ يعني هناك شكوى من هذه المناطق من المواطنين بأنهم لا يستطيعون بناء منازلهم بسبب عدم صرف هذه التعويضات. مرحبا بك. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. اهلا ابو عمر، تشرفني الناصية. شلونك عمي؟ حياك الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا. طبعا هم متخزين هذا الشيء، متخزين، هم ذولا بلشوا بيوت العالم الطبيه، زين هجروا العالم، يعني سجنوه سجنوه والهجروا هجروا والكتلوه كتلوه، ذولا متعمدين، هم ذولا متعمدين. هو هذا المالكي بالنسبه للاستاذ المالكي عيني، هذا هو جاب الدواعش ومسلحهم، زين لولا هم كلهم مشتركين بالعملية السياسية ضد الموصل والرمادي والتكريت. والله يا عمي، والله العظيم قسما عظما، زين على أساس يعوضوهم، يطول شيء على بيته، قد يسمعونه على بيته 100-150، يطول 10 ملايين، زين ولا زين شنو هاي؟ زين هاي جاي يهينون أهانة، هاي أهانة للمواطن. حتى نصف المبلغ لم يصرف أبو عمر، حتى نصف المبلغ لم يصرف لغاية الآن. ما يصرف، ليش يصرف؟ لأن دول المساكين مو إيرانيين، لو إيرانيين يطوهم بالعملة الصعبة، يطوهم بالدولار، فدول ما تابعين، دول مو ديول خطية، دول تهجمت بيوتهم من وراهم، هم من وراء إيران تهجمت بيوتهم، يعني من وراء العملاء دولة الخساء دولة، يا دولة شنو يعطي؟ هو يستعذر يعطي، هاي خلاص المات والسجن والمظل، لأن هم متخذين هذا الشيء. أستاذ عمر عمي متخذين هذا الشيء، يسمعوني هم، أنا هسه من الناصية جاي دافع عنهم، يعني جاي نشوف معاناتهم عمي، معاناتهم بالصيف والطية بالهاية، ليش ما تردوهم؟ ليش ما ترجعونهم؟ تطوهم حق الله، تطوهم يعني مبالغ حق الله، يعني بيئة 150 أتى 150، هاي كلكم بيئة، أنتم ما تشتغلون ما تصدقون، لأن حطمت البلاد وحطمت الشعب العراقي، ليش؟ نعم. ليش؟ أنت أسألكم ليش؟ ليش ولا؟ ذاك اليوم باجين ما بيجي، قال ورديتوها، زين عيب عليكم، خشوا هيك، خلوكم فاضيين بس شوية. قاعدة هيمنة وتوديولة، عيب عليكم. أنا عراقي أدافع عن بلادي. الله يبارك فيك، شكرا لك أبو عمر من الناصرية، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول صرف تعويضات المواطنين في المناطق المتضررة، لماذا لم تصرف لغاية الآن؟ نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مع حلقة منبر الرافدين بعنوان أين وصل ملف التعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية في العراق. ودعونا نعود مرة أخرى إلى الموصل وما بعض المواطنين الذين طالبوا بصرف التعويضات لبناء منازلهم المدمرة منذ العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش قبل عدة سنوات. فإلى هناك. والله يا أخي يعني أسعى أول من الناس عندي ابن أخويا صغير عمره 11 سنة راح باي الأحداث بال 2015 ولحد الآن ما استلموا يعني التعويضات ماله. استلموا جزء منه وجزء الأخ ماكو لحد الآن ماكو. طعونه جزء بسيط ما طعوا الباقي ولحد الآن يعني ما تراجع وماكو واستراتيجي واستراتيجي وماكو ما تكفي يعني أخي أنت إلى بيتك صار أرض يعني هسه هذا البيت هسه الآن الواقف يمه هذا كان دار طاق عليها صار أرض يعني هذا أش قد يخملوه يعني خلي يقولوا خملوه 25 مليون ما راح ينطوك 25 مليون راح ينطوك 12 يا إلى 20 راح ينطوك 10 أنت بعشرة تقدر تكمل دار كامل طابقين ما طابقين طيب طابق واحد غرفتين وحمام ومطبخ وأساس بعشرة ما يكمل طبعاً ما تنطي يعني الدولة ما تنطي يعني تعويض كامل يعني هسه أنا داري بالنسبة لي عدتونه على نفقة الدكتور محمد الله يرحمه الذي عمر في منطقة بابلقش وبهاي المنطقة الرجل الله يرحمه جزاهم الله خير ما ينسي وقفته مع الناس عمر البيوت والباقي أنا كمتونه على حسابي عشرة يعني أنا كمت فوق الدكتور محمد الله يرحمه يابا هي المشكلة بالموصل أساسا جماعة المشكلة بالموصل أشعر الصيغ يعني مثلا عندنا أسعى بالموصل ما يقارب 80,000 أو 90,000 معاملة ها؟ أنت كل شهر كل شهرين كل 15 يوم كل 20 يوم يصرفون 200-300 يعني أنا من الناس صاغلي من 2018 مقدم معاملة 2020 نهايتها مخلصها ليش عم مخلصها نهايتها على مود التصاريح الأمنية والمساواة والعدالة هاي المساواة والعدالة تطول لها أنا بالنسبة لي طول سنتين مساواة والعدالة والتعويضات ما تصرف بشكل يعني أنا مثل أحكي لك إحنا بيتنا 200 متر مساحته 50 زوجي بينه أسع بيتنا اللي تبنينه أسع على أصعد الدولار أسع أحكي لك من اليوم أصعد الدولار بيتي يكلف له قش كل شيء 80-90 مليون انا ايش صرفوا لي 500 زوجين بالبيت يعني حتى بوقتها اكو شغلات تضيفها يعني حتى بوقتها من رحتوا على الدائره التعويضات السيد القاضي مدير التعويضات قال لي انت بيتك 500 زوج يعني خمسه عندك بيتك انت بيتك فندق استاذ يعني صراحه القاضي سيد القاضي ما يعني ما صدق بيه قام عمل لجنه شكل لجنه ها وثاني يوم مباشره طلعوا عليه على المنطقه بابلقش طلعوا على المختار سالون وسالوا المنطقه قالوا له هذا يعني طعوا بي هاي قالوا له هذا الانسان هذا هاي يعني صادق بحكيه 500 زوجين بيته لكن بيتي 7 غرف طابقين ونص فوق ها يصرفوا لي تعويضات 18 مليون انا يعني الحجارة شتوها من بيتي كلفت 7 ملايين 8 ملايين زين انا ضل 10 ملايين 10 ملايين ايش راح ابني بيه 10 ملايين اساس ال 10 ملايين بيت مال اساس اللي تبني له راف تسعته ال 200 متر كلف 10 ملايين نعم معنا اتصال ابو زينب من النجف رحب بك لماذا لم يتم صرف التعويضات لمن دمرت منازلهم لغايه الان مرحبا بك أبو زينب هل تسمعني؟ أبو زينب من النجف يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زينب من النجف معنا أبو محمد من السليمانية تفضل أبو محمد مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا لم يتم صرف التعويضات للمواطنين لغاية الآن؟ والله أستاذي العزيز أنا لحد الآن الحمد لله نازح في السليمانية في أحد المخيمات نعم في عربد
استاذ العزيز تمشي بالمعامله انت يعني تصرف اكثر من 4 ملايين الى 5 من عدا المحامي اخير شيء طلع لك قسطك تقريبا بالنص. فهذه يعني يلحقك من التعويض استاذي العزيز يلحقك 5 ملايين ان طبعا من عدا اللي حاطن انت من جيبك. نعم. اي استاذ العزيز هسه انا احط من جيبي 4 ملايين او 5 ويجينا المحامي يقول لي اطلع لك قسطك مثلا بالنص. وقت ما استلم بالنص استاذ العزيز انا حاط مثل 4 ملايين. ايش قد هو التعويض اصلا؟ مبلغ التعويض ايش قد؟ استاذ العزيز يعني انا الاموال ما كلها 30 30 مليون تدفع 5 ملايين اي بقى 25 احط هاي 30 طبعا تقييم اللجنه على استاذ العزيز. نعم استاذ العزيز قلم ورقه 4.5 انا حاط من جيبي بس كراوي ومعاملات ودفع للموظفين. نعم اي استاذ العزيز ما يمشي المعامله ما كان احكيها يعني وخايف من اي هذا الموظف ما يمشيها يعني اذا تجيب تحيل علي تقول له انا ما عندي جاي من السليمانيه ودير بالك علي يعني يرضيه ببرقه يمشيها من يمه هو يعني توقيع استاذ العزيز المعامله كم توقيع وقيس هذا الخيار. نعم وما استلمت شيء لغايه الان. استاذ العزيز لحد الان قالوا حاليا قرر لك الفاضي 30 فرحت ان شاء الله الاسبوع القادم تسلم الصك تحطه بجيبك هذا الله كريم على ولا تغنى لو صايبه لو خايبه. نعم اي انت اللجنه قيمت بيتك ب 30 مليون استاذ العزيز انا استاذ العزيز قلت اللجنه قيمت. نعم اللجنه استاذ العزيز انا ما اعرف شنو بهيج الشغل كانت من يجيب اللجنه تنطيح حقه تنطيح حقه وترضيه. نعم مع ثروته وقداه وهذا يرضيه. نعم. يعني ومصرف عياله تنطيه انا ما اعرف هاي الشغله. نعم يعني انا بيتي ثقه برب السماوات والارض بيتي خلاص نلقى. نعم نذكر ما في راحه دكاتره اثنين اموالي حلالي قلمي كل جمعهم ب 30 مليون هذا اللجنه نفسه وجيراني ما يملك بس غرفتين يسجل له 35 مليون غرفتين لا عدان قال له شنو الرعد؟ قال له والله بس هي قدامه. قال له وراك يمين زين ابو محمد ابو محمد انت 30 مليون راح تستلمهن كامله لو نص تاخذ نص؟ لا لا استاذ العزيز ابو شو اسمه المحامي ياخذ نص يعني 30 15 الي و15 الي انا ايش قد حاط؟ انا حاط 4.5 بعدها من ما استلمت تقول 5 يعني. نعم ابو محمد من السليماني احد المتضررين من المناطق المدمره معنا ابو زينب من النجف يعاود الاتصال بنا. مرحبا بك معنا ابو زينب. لماذا لم يتم صرف التعويضات لغايه الان؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا. هي مساله التعويضات يعني ترى مو فقط يعني او مو مساله مناطقيه. نعم رمادي وكركوك وما اعرف شنو وسنه وشيء. انا احكي لك التعويضات اللي صارت مع شو اسمه الدمار اللي صار بال 2004. نعم واكثر محافظه دمرت هي النجف. نعم واحد من اللي دمره ولو دمار جزئي هو بيت والدي. نعم طلعوا لجنه من الامريكان وهي تسمى كانت الاداره المدنيه قبل ما يصير الانتخابات يسوون محافظات. نعم يعني عراقيين امريكان وصوروا فيديو وصوروا هذا بحضوري. نعم قدروا الضرر بوقتها بال 2014 مليون دينار. نعم لما رحت استلم الطونه انك ايش قد؟ الطونه مليون و100 يعني بالضبط 10 المبلغ. انت وين السولف؟ وين راح الباقيات وين راح؟ عزهم تشوفهم عاد بيجيبوا الامريكان بيجيبوا احنا ما ادري. فهي دائما الشعب العراقي مدخوس حقه سواء كان بالشمال بالغرب بالشرق بالجنوب بالوسط هو الشعب كله مدمر. نعم والان تسمح لي نعم يعني لو تجي الان شوف دينهم ومديونهم انتخابات مجالس المحافظات والبايومتري وسابي لك الامه.
نعم. والزيارة الأربعينية مجندية في سليمان الزلام وتصرف فلوس بالمليارات. نعم. زين تجي مثلا عندك شسمه مكتسب الدرجة القطعية من 2021 أبسط شيء هاي يعني المنحة مال الفنانين والأدباء والصحفيين والإعلاميين. نعم. يعني هي كانت للفرد الواحد مقررة 1,600,000 الآن سوك ياها 600,000 ولحد الآن منظروا يطلع على هذا البدراني وزير الثقافة ما أعرف منه الأسبوع المقبل وقريبا جدا وباشر عقبه صرحونا بالقنافل صار حوالي سنة وكل سادة زينة تعال جدد الهوية بجددنا الهوية تعال سوي معلومات يا أبو معكم الآن سوي معلومات يضحكون على العالم والمشاريع الاخرى اللي يسمون مشاريع البنى التحتيه وغيرها بس هو مو صوتهم صوت الشعب الشعب بدل ما انتخبهم ذولا اسحلهم بالشوارع ايش منتظرين بعد يعني خلونا حتى المي المي اللي يريد نشربه بعد يعني وقفوا لك حتى حركه البناء وغيرها المي اللي نشربه يمكن نشتري من ايران وتركيا مشترى زين جبناء ما بيهم حاضر يروحون للأمم المتحدة يقول له تعال هاي من القوانين الدولية أدولها المسألة أقول له إحنا دولة متشاطئة مع تركيا وإيران وإحنا دورة مصب وليس دورة منبع والقانون يقول لك دولة المنبع ما يصير أن تبني أي سد مهما كان صغير ولا تحول مجرى النهر ولا حول مبازل ولا وهي كل شيء تتقاسم الضرر مع دول المصب. أنا أشكرك أبو زينب من النجف كان معنا. معنا إبراهيم من واسط. مرحبا بك معنا إبراهيم. تفضل إبراهيم. تسمعني إبراهيم من واسط؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع إبراهيم من واسط. دعونا نتابع جانبا من آراء أهالي محافظة الأنبار حول تأخر صرف التعويضات لهم فلنذهب إلى الأنبار. اليوم احنا كمواطنين محافظة الأنبار نسأل الجهات المعنية حكومة محلية وحكومة مركزية وين تعويضاتنا وش صار على تعويضات الدور والممتلكات العامة اللي تأثرت بفعل العمليات الإرهابية اللي جرت على محافظة الأنبار من 2014 و15 16. نطالب من عندهم بإطلاق التعويضات وبالإسراع بإطلاق وجبات التعويضات وبأعداد أكبر. يعني اليوم احنا صار لنا تقريبا حوالي 7 أو 8 سنوات من انتهت فترة النزوح وروجنا معاملات كمواطنين لكن لحد الآن ما نشوف أي التفات حكومي على هذه القضية. الميزانية انطلقت مال 3 سنوات لهذه 3 سنوات راح نشوف تعويضات تجينا بصورة أوسع بصورة أكبر لو راح تبقى نفسها بالعامية نقول ناقوط الحب فما نعرف. هذه تساؤلاتنا للحكومة المحلية والمركزية. طبعا المبالغ اللي خصصت للدور المهدمه والاماكن المتضرره ما يفي بالحاجه ولا يسد بغرض البيت المهدم والمكان المدمر. دا نشوف عوائل اتجهت الى سحب قروض بفوائد ربوية لكي تعمر مكان يأويها ويأوي عائلتها. فإحنا نطالب منهم بالإسراع والإنصاف المظلومين والمدمرة منازلهم بالتعويضات. نحن مواطنين محافظة الأنبار جزيرة الخالدية سوينا معاملات عدة مرات تروح البغلاء وترجع منقوضة والتعويضات مالتنا كانت يأخذون من عندها نص وهسه لحد الان خاف على من الموازنه الجديده خاف تنقص فردنا وما ينطونا تعويضات وهاي صار لنا تقريبا من اول ما نزلنا للديره نراجع معاملاتنا تروح البغداد وترجع منقوضه كل ما نراجع يابا معاك منقوضه والحل شنو هو الحل هسه؟ الحل احنا ناشد السلطه المركزيه بمحافظه الانبار والسلطه التشريعيه ببغداد يسوون لنا صوره حل لان يعني معاملاتنا جايه تروح وترجع منقوضه واكثر من 3 مرات 4 مرات نسوي معاملات ترجع منقوضه واحنا لا حول ولا قوه. نطالب بالتعويضات من الحكومة المركزية. احنا سوينا معاملات من 2014 ولحد الآن ما افتهمنا من التعويضات كل شيء ولا راح لحد جانا ولا حد مربينا ولا أحد سألنا على شغلة التعويضات وبيوتنا مهدمة
هو قاعدين عرايه برا، اذا الحكومه تجي وتشوف الوضعيه مالتنا احنا فد نوبه يعني متدمرين الدمر من شغله التعويضات. ونطالب الحكومه المركزيه بشغله التعويضات مالتنا. نطالب لجنه التعويضات حكومه بغداد المركزيه، نطالب لجنه المحافظه يعني تعويض هاي الاهالي، تعويضها على القليل يقدر يبنى له دار ويرجع للمنطقه. يعني اكثريتها اللي بالمخيم واللي بالشمال ما عنده يعني ما عنده يقدر يبنى بيت يعني. في عام 2019 أطلق ناشطون عراقيون في المدن العراقية المستعادة من سيطرة تنظيم داعش في شمال وغربي العراق حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتذكير الحكومة بوضع مدنهم وتأخر إعادة الإعمار أو التعويض عن الخراب الذي لحق بممتلكاتهم ومنازلهم التي دمرت جراء الحرب. التعويضات حقنا هو الوسم الذي اختاره الناشطون للحملة في ذلك الوقت، وحذروا من استمرار الوضع في المدن المدمرة على حاله في ظل تنصل الحكومة عن وعودها بتعويضهم. تجاوز دمار المدن العراقية المستعادة من تنظيم داعش نحو 80%، لكن السلطات لم تخصص أموالا كافية لها أو خططا لإعادة إعمارها. أما الدول المانحة فلم تفي بوعودها وتخصص أموالا لتلك المدن بسبب التخوف من الفساد في العراق. في عام 2019 أحصت صحيفة العرب الجديد بأن أكثر من 100,000 طلب تعويض قدمت إلى الحكومة من العائلات المتضررة والتي هدمت منازلها تهدمت منازلها، وأن تلك العائلات عادت إلى مناطقها التي لم تجد فيها سوى الخراب آملة بالتعويض، وراحت تقدم الطلبات التي أهملت من قبل الحكومة. وتتابع بأن هذا الملف غير واضح من جهة الحكومة، وتعد بأن المتضررين بتقديم التعويضات لهم، ومن جهة أخرى لم تحصل هذه العائلات على أي تعويض، الأمر الذي يثير الشكوك حول عزم الحكومة على دفع التعويضات من عدمه. وتؤكد بأن استمرار المماطلة الحكومية تجاه العائلات اليوم تسبب في تفاقم معاناتها. معنا اتصال أم حسن من الموصل، تفضل يا أم حسن. مرحبا. أهلا أخوي على راسي. أهلا بيش، سلم راسك. أهلا أخوي. صار على التعويض مالتكم استلمتوا شيء؟ أنا بالنسبة لي بيت أنا ما عندي، والله أنا أجارات. نعم. إي والله كنت قاعد المدرسة وطلعوني من المدرسة وساعة والله تعرف أهل المروة والله قاعد لي بيت أنا وابني 300 بالشهر أكثر. هم قدمتي معاملة التعويض؟ لا والله ما قدمت ابدا، انا ما مقدم. ليش؟ والله انا عندي رامل اثنين بالبيت. انا وياي ولادي عازلين، وتعرف هذا الزمن ما حد بحد والله. نعم. اسعاني لا بيت عندي ولا كل شيء، وابوهم صار له يجي شهر من توفى، وظلينا انا وذن النسوان الله بذلك. الله يرحمه ويعوض الجنة ويحفظكم ويفرج عنكم. الله يحفظك ويرحم والديك ويسلمك. الله يسلمك. والله أخويا كل شيء ما عندي، الله بدالك على أهل المروة أنا وبناتي عايشين. ما عندك راتب مال رعاية اجتماعية؟ لا والله أنا ما عندي، بس راعي بيتي حكي لك العدل، راعي بيتي موظف دائرة الإسكان. نعم. تستلمين التقاعد؟ اي والله. ها؟ تستلمين التقاعد؟ لا والله توقفوا، من توفى هو وقفوا. اي من حقش تستلمين، ليش وقف؟ اي تدري شلون؟ قال لي الا تكمل المعامله بعد شهر توفى ما طلعت. ها بعدها ما كملت. ذيك النوبه تراجعين. نعم. ان شاء الله تكمل المعامله. اي والله احكي لك العدل، الله يحب العدل. إن شاء الله تكمل المعاملة وينصرف لك الراتب. أنا أشكرك أم حسن من الموصل كانت معنا. طبعا في يونيو الماضي من هذا العام 2023 قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية شمالي وغربي البلاد محمد هاشم العاني من منصبه، وذلك بعد أشهر من الجدل المتواصل حول أداء الصندوق وآلية توزيع المشاريع في المناطق والمحافظات. وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان له بأنه تقرر تكليف سعد فيصل أمين
الجبوري بمهام إدارة الصندوق بدلا عنه. ولفت العوادي إلى أن الحكومة أعدت برنامجا تفصيليا لإجراء الإصلاحات الإدارية في الصندوق وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين الذين تسببوا بهدر المال العام وعدم تحقيق الغرض المطلوب من الصندوق. وواجهت إدارة الصندوق خلال الأشهر الماضية عدة اتهامات، من بينها سوء توزيع المشاريع ورداءة الشركات والتمييز بين محافظة وأخرى في منح المشاريع والأولوية بين المناطق. وقد أقرت هيئة النزاهة في ديسمبر كانون الأول الماضي بوجود مشاكل في صرف النفقات وضياع سجلات مالية داخل الصندوق، حيث طالبت في تقرير صادر عنها بإعادة النظر في النظام الإداري داخل الصندوق. في العام 2015 أسس العراق صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية إثر اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد وبدء عمليات عسكرية تسببت في دمار كبير وواسع في مناطق في شمال وغرب العراق. ومنح البرلمان هذا الصندوق صلاحيات واسعة في توزيع المشاريع وتحديد النفقات والأولويات فيها ليكون جهازا ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات في عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي جرى استعادتها من سيطرة تنظيم داعش. أعزائي المشاهدين، دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم لاستكمال الحلقة، حلقة هذا اليوم من منبر الرافدين. أهلا بكم من جديد. إبراهيم من واسط يعاود الاتصال بنا، مرحبا بك معنا إبراهيم، كيف ترى ملف التعويضات في العراق؟ مرحبا بك، تفضل. كهرباء موقوف. إبراهيم، وقطع اتصال مع إبراهيم من واسط. في عام 2018 قال قيادي في تحالف القوى العراقية في مقابلة صحفية بأن هناك مخاوف جدية لعدد من الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق حول مصير تبرعاتها للعراق مع استمرار معدلات الفساد بمستويات قياسية، وأوضح بأن بعض الدول تتخوف بأن تذهب الأموال لجيوب الفاسدين أو أن تؤدي تبرعاتهم لتقوية الميليشيات والنفوذ الإيراني، حيث يرغبون بضمانات عراقية وبأنها لن تذهب إلى مدن الشمال والغرب المدمرة وليس لمناطق أخرى كما قال. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.